السلام عليكم أحبائي الأطفال. اليوم سوف نتحدث عن الفرق بين الحيوان اللحيم والحيوان العاشب. إذا بلا شك ذهبتم إلى البادية أو رأيتم حيوانات، إن لم تذهبوا إلى البادية فقد شاهدتم بعض الحيوانات في أرجاء المكان كالحيوانات الضالة. قد تكونون قد شاهدتم حيوانات عن قرب في عيد الأضحى إلى غير ذلك. فسوف نميز اليوم بين الحيوانات اللاحمة والحيوانات العاشبة. ما معنى الحيوانات اللاحمة؟ ما معناها؟ يعني الحيوانات التي تتغذى على اللحم، جيد. وما معنى الحيوانات العاشبة؟ نعم، هي الحيوانات التي تتغذى على العشب. نعم، إذا هذا هو تعريف الحيوانات اللاحمة والحيوانات العاشبة. إذا ما سألتكم حينما تذهبون إلى البادية، شاهدتم حيوانات في الحظيرة وحيوانات في الخارج مثلا، ما هي الحيوانات التي شاهدتم؟ نعم، شاهدتم البقرة. تعرفون البقرة؟ ما هو صوت البقرة؟ إذا البقرة صوتها هو الخوار. رأيتم أيضا الخروف، تعرفون صوته. إذا بالنسبة للحيوانات الأخرى التي رأيتموها، رأيتم الكلب، نعم، القط، إذا الدجاج إلى غير ذلك. اليوم سوف نتحدث عن الحيوانات العاشبة والحيوانات اللاحمة. إذا البقرة إذا صنفتموها، واش عمركم شفتوا شي بقرة شناش هجة شي جيكو ديال اللحم وكتاكل فيه؟ لن تستطيع ذلك، لا من ناحية البنية أو الجهاز الهضمي لديها، ولا من ناحية الأسنان الموجودة لديها. إذا لكي نأكل اللحم ماذا يلزمنا؟ بالنسبة للحيوانات التي رأيتموها تأكل اللحم، ما هي الحيوانات التي شاهدتموها تأكل اللحم؟ نعم، القط، ماذا أيضا؟ الكلب، نعم، أحسنتم. تشاهدون الوثائقيات في التلفاز أحيانا. من هو ملك الحيوانات من بين الحيوانات؟ ملك الحيوانات هو الأسد، نعم. هل رأيتموه يوما وهو يأكل؟ نعم، إذا يأكل اللحم، يأكل اللحم. كيف يستطيع أن يأكل هذا اللحم؟ بالنسبة للحيوانات السنوريات بصفة عامة، اللي هي الأسد والقط، الفهد إلى غير ذلك. والقط لديكم فرصة لتروا القط جيدا. القط لديه لسان، كيف هو؟ لديه لسان خشن. بالإضافة إلى لسانه ماذا لديه؟ لديه، أحسنتم، لديه أنياب. لديه أنياب. إذا الآن حينما تحدثنا هذا الحديث البسيط، لاحظوا ماذا رسمت على السبورة؟ إذا هي جمجمة، جمجمة لحيوانين، جمجمة حيوان وهذه جمجمة حيوان آخر. إذا ما لاحظنا هذه الجمجمة بالتحديد الفكين، ماذا نجد؟ تعرفتم على أنواع الأسنان قبلا. إذا الأسنان الموجودة هنا ما هي؟ إنها قواطع، نعم، قواطع نملكها نحن أيضا، قواطع، نعم. ماذا هنا أيضا؟ إنها، نعم، جيد، أضراس. وبالنسبة لهذه الجمجمة هناك أيضا هنا ما هذه؟ نعم، إنها قواطع، وهذه، نعم، أضراس. ولكن ما هو نوع الأسنان الذي يوجد هنا ولا يوجد هنا؟ الأنياب، نعم، انظروا إلى الأنياب، إنها أنياب. هذا ما يميز هذه الجمجمة عن هذه. أيضا هنا هل توجد قواطع فوق؟ لا توجد قواطع فوق. إذا نقول هذه جمجمة قد تكون لبقرة أو لخروف. إذا فالخروف والبقرة يتميزان بعدم وجود أنياب، ليست لديها أنياب، الله خلقها بدون أنياب، الله خلقها بدون أنياب. لماذا؟ لأنها حيوانات
أو هذا حيوان عاشب يأكل فقط العشب، يعني ما هو نباتي يأكل العشب. بالنسبة لهذا الحيوان يتميز قلنا بوجود أنياب، كيف هي هذه الأنياب؟ إنها نعم حادة، أنياب حادة. فهذا الحيوان حيوان لاحم، نعم إنه حيوان لاحم يأكل اللحم. فالحيوانات اللاحمة تتوفر على أنياب، تمكنها من ماذا هذه الأنياب؟ نعم حسن جدا، تمكنها من تمزيق اللحم، تمكنها من تمزيق اللحم، كما لها أضراس منشارية كالمنشار. لماذا؟ لكي تمضغ هذا اللحم قبل بلعه. أما القواطع تتميز بماذا؟ انظروا قواطع الحيوان العاشب طويلة نسبيا مقارنة بقواطع الحيوان اللاحم. إذا شديت شي مشيشة افتحوا فمها ستجدون قواطعها صغيرة جدا، لأنها لا تحتاجها إلا لمسك هذا الطعام، إلا لمسك الطعام. إذا فالحيوان العاشب لا يتوفر على أنياب لأنه يتناول العشب، ولديه هنا عظمة، عظمة تسمى بالكفة القرنية، كفة القرنية، نعم. أيضا بالنسبة للحيوان اللاحم هو يتناول اللحم، لذا لا بد أن يتوفر على أنياب وعلى أضراس منشارية تمكنه من طحن هذا الطعام. كان هذا ملخصا بسيطا حول الحيوانات اللاحمة والحيوانات العاشبة، والسلام عليكم.